انت معاك كريم، طيب ناخد كريم وبعدين نطلع للمغرب والزميل كريم احمد موفد قناه الاهلي مع بعثه الاهلي في المغرب استعدادا للقاء الرجاء مساء السبت ان شاء الله. كريم مساء الخير واهلا بيك. كل التحيه والتقدير ليك استاذ ابراهيم المنيسي، وكل التحيه والتقدير لباشمهندس عدلي القيعي، وتحياتنا لجمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. يعني يا ريت تحطنا في عمق الصوره عندك في الدار البيضاء. يعني بالتاكيد في البدايه بنتمنى كل التوفيق لفريقنا والجهاز الفني ان شاء الله باذن الله الكل على قدر المسؤوليه بطاقه التاهل بمشيئه الله تكون هنا من الدار البيضاء. استعدادك كالعاده على قدم وساق بتركيز بخبرات كبيره بوعي باحترام منافس كبير جدا كعاده فريق النادي الاهلي، ودي الامور الحقيقه اللي بتطمنا على مدى الجاهزيه ومدى رغبه لاعبي النادي الاهلي في هذه المباراه تحديدا، لان انت عارف يا باشمهندس عادل يا استاذ ابراهيم ملايين من جمهور النادي الاهلي منتظره النادي الاهلي ان شاء الله في المباراه النهائيه، ومنتظره النادي الاهلي يتوج بهذه البطوله، فان شاء الله باذن الله خطوه بخطوه تكون بطاقه التاهل كالعاده من هنا من المغرب. نطمن كل جمهورنا وكل ايضا كمان مشاهدينا مشاهدي قناه النادي الاهلي على حاله اللاعبين، الحاله البدنيه، الحاله المعنويه، التدريبات، التنقلات، كل الامور دي الحقيقه جمهورنا بيكون منتظر هذه الرساله من خلالكم طبعا ومن خلال شاشتنا شاشه قناه النادي الاهلي. يعني اقدر اقول ان التدريب الاول كان امس لفريق النادي الاهلي على ملعب العربي الزولي، ده ملعب بمقاطعه عين السبع بالدار البيضاء. يمكن الحاجه المميزه هو ارضيه الملعب، ارضيه الملعب شبيهه بشكل كبير جدا لمركب محمد الخامس اللي هيستقبل المباراه. نقطه مهمه يا باشمهندس عادل يا استاذ ابراهيم ان النادي الاهلي مش هيخوض تدريبه الاخير على ملعب مركب محمد الخامس، لكن هيخوض الثلاث تدريبات اللي هي يمكن امس واليوم وغدا بمشيئه الله هيكون على ملعب العربي الزولي، لان اكيد كل عارف طبعا ان مباراه الوداد وسيمبا هتكون على ملعب مركب محمد الخامس، فيمكن التحضيرات الامنيه والترتيبات جمهور الوداد بكثافته الكبيره جدا، ولسه كمان هيكون ثاني يوم جمهور الرجاء متواجد، فعشان كده كان في تنسيق كبير طبعا سواء مع كابتن سعيد عبد الحفيظ او مع رئيس البعثه طبعا الاستاذ محمد الغزاوي على ان يكون النادي الاهلي تدريباته الثلاث على ملعب العربي الزولي. الحاجه اللي طمنتنا هي ارضيه الملعب عشان تساعد وتسهل بشكل كبير جدا لاعبي النادي الاهلي ان يكون في تقدير لملعب مركب محمد الخامس. النادي الاهلي لعب على الملعب اكثر من مره، لكن يمكن الملعب عنده بعض الصيانات، بنامل ان شاء الله باذن الله لعيبه النادي الاهلي تكون كالعاده في قمه تركيزها في التدريبات. تدريب الامس كان مهم جدا لان الاشاره والرساله والطمانينه بتكون من التدريب الاول لفريق النادي الاهلي، بتشوف مدى الجاهزيه، مدى الجديه، مدى تركيز اللاعبين في التدريبات. اليوم هو كمان ايضا كمان كان التدريب الرئيسي وليس غدا، انت عارف طبعا باشمهندس عادلي يا استاذ ابراهيم اليوم تدريب الرئيسي وكان تدريب مهم جدا. مستر كولر الحقيقه يمكن خصص اكثر من فقره سواء فقره بدنيه وركز بشكل كبير طبعا على الكروسات، على التكتيك، على الفاولات، على التكتيك طبعا اللي ان شاء الله باذن الله قراءته تكون مميزه وخارج الخطوط ايضا كمان وقبل المباراه كالعاده طبعا. مستر مارسيل كولر اجواء مطمئنه كالعاده، اجواء طيبه جدا لفريق النادي الاهلي، ورب ان شاء الله يستمر النادي الاهلي في تركيزه حتى موعد المباراه بمشيئه الله. كريم الفريق والاستعدادات الحمد لله الفريق كله جاهز، ما عندناش حد في المصابين. يعني الحمد لله فضل كبير جدا من ربنا سبحانه وتعالى ان كل السكواد اللي معانا الكل جاهز الحمد لله، في حفاظ بشكل كبير جدا على المجموعه، على التدخلات بتكون بحرص لان احنا عايزين كل اللعيبه، كل اللعيبه لابد تكون على جاهزيه تامه، عشان كده التقدير الموقف مهم جدا للعيبه، التدخلات فيها يمكن حرص اكبر كمان واكثر للاعيبه النادي الاهلي، الخبرات اللي متواجده خبرات لاعيبه النادي الاهلي مهمه جدا اللي بيجتمعوا الحقيقه مجموعات ثنائيات تجمع بعد الغداء بعد الفطار، الشناوي الحقيقه بيقوم بدور كبير، معلول، محمد هاني، كل الحقيقه لعيب النادي الاهلي على اهميه هذه المباراه، بيتكلموا على الجمهور وعلى الكثافه الجماهيريه، جمهورنا كان عظيم الحقيقه، ودي رساله مهمه جدا عشان كده النادي الاهلي يكون متواجد ايضا كمان في كثافه جماهيريه، لكن رهننا على الوعي، رهننا ايضا كمان على الخبرات، على وعي لعيب النادي الاهلي في تحمل المسؤوليه، وايضا كمان يعني يبقى دافع لينا جمهور الرجاء مهما كان تشجيع وتحفيزه، النادي الاهلي متعود على هذا الامر وعنده هدف، الهدف هو ان شاء الله بطاقه التاهل مهما كانت الصعوبات، مهما كانت الغيابات، مهما كان الموقف، لكن ان شاء الله باذن الله كل الامور ان شاء الله تصب في مصلحه فريق النادي الاهلي. عايز اقول نقطه كمان باشمهندس عادل يا استاذ ابراهيم، يعني طبعا العلاقات الطيبه جدا بين الشقاء المغاربه طبعا والنادي الاهلي وايضا كمان الشعب المصري شفناها، وحضرتك كنت حاضر طبعا يا استاذ ابراهيم باشمهندس عادلي في كاس العالم للانديه، لكن في اختلاف كبير طبعا عن كاس العالم وعن البطوله الافريقيه، كل عنده امل، نادي الرجاء عنده حافز كبير جدا، هو بنقابل حد طبعا بيتكلم ان هو المكسب والجمهور، لكن عايز اقول لك لعيبه النادي الاهلي فاصله نفسها بشكل كبير جدا 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 عن كل التصريحات وكل الاجواء، هدفها فقط لغير ان شاء الله باذن الله الحصول على هذه المباراه
بطاقة التأهل بمشيئة الله. لكن على الجانب الآخر أيضا كمان كان متواجد هنا في فندق الإقامة الحقيقة الأستاذ بن عزوز عبد العالي، ده يمكن عضو مجلس إدارة نادي الرجاء، كان موجود طبعا وطمن من الأستاذ محمد الغزاوي رئيس البعثة على الترتيبات وعلى التنقلات. أمور مهمة جدا الحقيقة، يعني بتنقل العلاقة الطيبة جدا بين النادي الأهلي ونادي الرجاء، وده المعتاد. النادي الأهلي قيمته كبيرة جدا ويظل النادي الأهلي قيمته كبيرة بمشيئة الله. المؤتمر الفني الأهلي تقرر هيلعب بالفانيلا السوداء؟ يعني يمكن لسه حتى هذه اللحظه الاجتماع الفني مشيئة الله يكون غدا، كنت هكلمك طبعا على البرنامج بالنسبه للغد، لان البرنامج مليء الحقيقه. يبدا بالاجتماع الفني يكون 11 صباحا بتوقيت المغرب، يليه المؤتمر الصحفي الخاص بنادي الرجاء يكون الساعه 12 ظهرا، واحده الا ربع يكون مؤتمر فريق النادي الاهلي. كل التوقيتات طبعا قبل صلاه الجمعه، لان صلاه الجمعه هنا هتكون في الواحده ونصف بتوقيت الدار البيضاء، على ان يتدرب النادي الاهلي تدريبه الاخير في تمام الساعه 8. يعني يمكن كل الاجواء الحمد لله حتى هذه اللحظه مطمئنة جدا، يتبقى لنا تدريب الغد بمشيئه الله ان شاء الله، نطمن على اخر الاستعدادات واخر التحضيرات. ويا رب ان شاء الله باذن الله دعواتكم ودعوات كل جمهورنا العظيم ان شاء الله باذن الله تكون فرحه كبيره جدا بمشيئه الله يوم السبت. طيب بالنسبه لاختلاف التوقيت دلوقتي وتقديم الساعه، المباراه في التوقيت الجديد الصيفي الساعه 10 بتوقيت القاهره. يعني بالتاكيد استاذ ابراهيم 8 مساء هنا 10 مساء بتوقيت القاهره، يمكن دي الامور طبعا بالنسبه لتعديل الموعد، يمكن هم عدلوا خلاص الساعه من فتره، فخلاص المباراه هتكون 8 مساء هنا بتوقيت الدار البيضاء 10 بتوقيت القاهره. توقيت مميز جدا، الجو يمكن مش هنقول طبعا الطقس اللي كان صعب جدا الحقيقه في كاس العالم للانديه هنا في المغرب والبروده اللي كانت شديده، لا الطقس ممتاز في موعد المباراه، كمان درجه الحراره اكثر من رائعه. يا رب كل الظروف والمناخ كلها تكون تصب في مصلحه فريق النادي الاهلي بمشيئه الله. الدنيا خارج الملعب بقى، يعني تقريبا تطمنتنا على العلاقه الرسميه الطيبه جدا بين الرجاء، وهي دي طول عمرها علاقات رائعه يعني، لكن الاجواء خارج الملعب وفي الشارع المغربي كيف تصفها؟ يعني يا باشمهندس علي طبعا انت عارف المنطقه اللي متواجدين فيها كالعاده، طبعا يعني نادي الرجاء ليه شعبيه كبيره جدا في هذه المنطقه، كل طبعا لما بنكون متواجدين من فندق الاقامه الى الملعب علامات النصر المعتاده، لكن حب النادي الاهلي، الناس بتحب النادي الاهلي بشكل كبير. لما بتقابل حد من مشجعي نادي الوداد يقول لك انا نص قلبي مع النادي الاهلي ونص قلبي مع نادي الوداد، هنيجي نشجعكم. هي اجواء كلها اجواء كره قدم، لكن الامر المهم جدا هو وعي لعيبه النادي الاهلي، الكل مركز بشكل كبير، مفيش اي امور. نادي الاهلي عنده خبرات كبيره جدا وحضروا اكثر من مره اجواء جماهيريه، وايضا كمان كل الصعوبات اللي بتقابل النادي الاهلي بتترجم بالفوز، عشان كده بنتمنى ان تكون دوافع كبيره جدا. اي امور هتكون خارج الملعب ما تشغلش اي لعيب النادي الاهلي فقط لغير يشغلهم 90 دقيقه، ويا رب ان شاء الله باذن الله يفرحونا ويفرحوا جمهور النادي الاهلي، وده المنتظر ان شاء الله من لاعبي النادي الاهلي ان شاء الله. وكل الامنيات الطيبه، وانقل للبعثه تحياتنا. عندك حاجه ابراهيم تاني؟ لا لا، شكرا يا كريم. دعوات المصريين معكم وبإذن الله. شكرا جزيلا للزميل كريم أحمد موفد قناة الأهلي إلى الدار البيضاء.